سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده نتوما وجميع العائلات ديالكم ان شاء الله يا ربي. اليوم جيتكم بواحد الاكله عاوتاني خفيفه ولذيذه جدا اللي ما كتختارناش حتى حنايا. اليوم غادي نديرو هاد الحوت، هذه هبيره ديال الميرلوسه كتجي كونجولي. هذه غير هبيره ما فيها لا عظم ولا والو، بالنسبه للدراري الصغار اللي ما كيبغيوش ما كياكلوش الحوت لان كيخافوا من الشوك، وحده منهم هي بنتي غير كتكون تشوف الشوك في الحوت صافي ما كتقربلوش. هذا سبيسيال ما فيه لا شوك ولا والو، غير هبيره. دونك وجدت له هذه الشراميله من الزيت البلديه وشويه د الملحه وشويه د الكمون والبزار والشاونيه والثومه وشويه د الحامض طري عصرته، ما بغيتش نخلطو حتى نوريه معاكم. غادي هنا غادي نرقد داك الحوت واحد 15 دقائق حتى 15 دقيقه. راكو عارفين العيالات اللي جايين عند من الخدمه العاملات راه الله يكون في العون وصافي، بنادم جري وصافي. دونك غادي ندير هاد الهبيرات هنا كاملين، غادي ندوزهم هنايا، ما تخافوش راه واخا كنقيسهم بيدي راه واخا الصبيعات دغيا كيمشي معاها، غير تغسلوا الماعن. غادي نديرهم هنا هاتي، هادو هنايا، هادي هنا. ما كيعجبني نحادي بيدي الصراحة، كنحس بأن راه كنخدم الشغل. ودابا هاد الشريميلة غادي نكبها على الحوت وغادي نخليه يرقد شوية في هاد الشريميلة، وهانتوما معايا البنات. غادي درت هنايا بصيله مقطعه غنفرشها هنايا، غادي نزيد عليها الفلافل. هاد الفلافل كانوا عندي في الثلاجه باش ما يضيعوش، قلت انا استغلهم في هاد الاكله ملي كيتواتاو مع الحوت كيجيو مزيانين. غادي نديرهم هنا الفوق بطريقه عشوائيه، ما كاين ما احسن من العفويه. الوالده الله يرحمها راه كانت كدير لنا شي طواجن ديال الحوت، ما شاء الله صافي ما شاء الله، كنا كنلحسو عليهم صباعين يدينا الصراحة. غادي نديرهم باش منهم يحافظو ويعتلقو الريحة في الحوت. ودابا غادي ندير هادوك المرصويات ديال الميرلوسة، غادي نديرهم هنا وهاد الزيت والشريمينه اللي رقدات فيهم غادي يطيبوا. ديك هي الزويته اللي غادي ندير، ما غاديش ندير شي زيت اخرى. وغادي ندير مطيشات هذا طاجين سريع ولذيذ وزوين، كلشي فيه وساهل راه ما كاينش اللي كيعكزنا حنا العيالات اكثر من الحاجه اللي كتشد اليد. غادي نزيد واحد شويه من الفوق ديال الزويته بلديه، شتها بحال الا جات ناقصه زيت باش ما تجيش طواجينه باسله. وديك الشراميله راه غادي نزيد فيها شويه ديال المرقه، غادي طيب غير في المطيشه كتطلق المرقه والخضره راه كتطلق الماء ديالها، نزيد لها شويه يمكن حتى هذا الماء ما غاديش نديرو كامل، غنخليه شويه يتشحر شويه حتى تبدا كتطلق شويه ديك الخضيره، وديك الساعه ندير له المريقه. وهانتوما معايا غادي ناكومباني هذيك الماكله، لان حنا كناكلو الحوت زوج ديالي نباتي، غادي ناكومبانيها مع واحد لاصالاد غادي نزيد لها لي طوماط سيريز، شويه ديال المايس وشويه ديال سميتو هذا البينيا، ولكن انسوخوغو في العصير ديالها ماشي ديال الميبار، ما كنشريش انا ديال الميبار، انسوخوغو ما كتكونش فيها نسبه السكر عاليه. والباستا اللي كتعجبو هي هذه سبايسين غلوتين، هذه بدون غلوتين لان ديال الجلوتين لي باستا ديال الجلوتين راه كينفخوا، لاحظنا بانهم كينفخوا فاش كناكلوهم. دونك هذه هي بكل بساطه، ها نتوما معايا
سي كوندو هيربا لو ميتوني. دابا على صلاد كما قلت لكم راه كانت عندي انا كنخليها واجده كل يومين باش كنختصر الوقت. زدت لها غير سميتها البينيا وزدت لها طوماط سيريز راه فيها كلشي كيسو فيتا كورنيشون درا ليتشوغا الكروم البصيله طريه كلشي فيها. ودابا غادي نزيد ديك الباستا سين جلوتين اللي سلقت دي مشوف صافي وغادي نخلط لي بات. دائما باش نحيدو لهم داك الجهد ديالهم ديال الكربوهيدرات اللي فيهم لان فيهم نسبه عاليه ديال الكربوهيدرات كنحيدو لهم الجهد بالخضر لي ليغوم لا سالاد اولا فاش كنطيبوهم بلا صوص كنزيدو معاهم الخضره. بهذه الطريقه كيكون متكامل وصحي. غادي ندير هاد الميسكلا ديال لي سبيسيز ديال انسالادا فيها مجموعه ديال لي فيها نشوف فيها الملحه لوريغانو البهاغا بيرمينتا شاوميه واروماس ناتوراليس بحال دوك لي زير بروفينسيال وزويته بلديه واحد شويه ديال الخل ديال الحمض ولا الخل ديال التفاح اللي عندكم متواجد في الدار وصافي. وهاد الطويجينه ديالنا نوريها لكم البنات هاي يلا طفينا عليها خليتها حتى شربات كلشي راه كتجي غزاله ما تصوروش في المذاق. او في النهايه ما كنبغيش نخلي الريحه ديال السمك في الكوزينه شعلنا شميعه باش تحيد لنا كاع ديك الريحه ديال الفاني شريتها من ايكيا شحال ويا عندي راه كيصبروا هانتوما راه مسكينه علينا ضربات اكثر من نص. وصافي البنات الى عجبكم الفيديو شيروا له بلايك وراني مشكوره لكم بزاف بزاف البنات وكنحبكم في الله ويلا تبقاو على خير بسلامه باي باي.